رسمة جديدة عن رأس الزانة. زي ما انتوا عارفين بحب ارسم لكم كذا رسمة عن الموضوع الواحد، فجيت لكم برسمة جديدة عن رأس السنة. اللي هيرسم معايا رسمة يبعت لي على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. جاهزين؟ يلا بينا. رسمة جديدة وفيديو جديد، وهنرسم رقم 2023 بطريقة بسيطة جدا، بطريقة جميلة قوي. عايز اعرف رأيكم في الرسمة بعد ما تشوفوها في الكومنتات، ولا هيرسم الرسمة يبعتلي على الانستجرام او الفيسبوك، رابط موجودة في صندوق الوصف. يبعتلي رسمة او اعملي منشن على الرسمة في بوست تنزله، او اعملي منشن على الرسمة في ستوري، واشوف الرسمة اقولكم على اخطاء بسيطة تعدلوها، هتطور من رسوماتكم وهتفرق معاكم جدا جدا جدا. طبعا رسمة النهاردة هنخطط تخطيط خفيف زي ما انتم شايفين. بنبدأ برقم 3 على اليمين كده، عبارة عن نصاص دوائر مش اكتر، ولكن نخلي بالنا ان الخطوط تبقى قريبة من بعض، محدش يرسم نص دايرة اللي فوق في رقم 3 اصغر من نص دايرة اللي تحت او العكس. فهنحاول ان احنا نظبط على قد ما نقدر الشكل بتاع رقم 3 والشكل طبعا بتاع الاثنين اللي بعد التلاتة والصفر والاثنين اللي بعدها. طبعا الخطوط التانية اللي احنا بنعملها دي بتكون بس عشان تدي الشكل ال 3D، لان احنا هنعمل كده شكل 2023 كأنها 3D زي ما انتم شايفين. نمشي مع الرقم اهو كده، احنا خلصنا رقم 3. اخش على رقم 2 اللي عند ال 23 زي ما انتم شايفين، الاثنين عباره عن نص دايره برضو كده، وابدا انزل لتحت. يعني بعد ما نعمل نص دايره كده ابدا انزل لتحت على شكل خط مائل لناحيه الشمال، ولكن الاول اعمل شكل النص دايره زي ما انتم شايفين اهو، رقم الاثنين اللي جنب الثلاثه، وبعمل خط بالعرض كده من عند اخر الثلاثه عشان يديني القاعدة بتاعت رقم 2 بتاعت 23 زي ما انت شايفين زي ما انت شايفين. بننزل بخط كده مايل، وبنعمل خط بالعرض عشان نعمل شكل الاثنين بتاعت 23، وخط تاني فوقيها عشان تدي الشكل ال 3D، وننزل بخط مايل برضو من الناحية دي كده عشان الخطوط دي اللي هتدينا الشكل ثلاثي الابعاد او ال 3D بتاع 2023. طبعا عملنا رسومات عن راس السنة 2023 قبل كده برضو، يعني رسومات 2023 تقدروا تشوفوها. لسه عاملين من قريب الرسمة، كانت رسمة جميلة جدا برضو عن 2023، ولسه هحاول ارسم لكم 2023 بكذا طريقة وبأشكال كتير. طبعا عايزكم تكتبوا في الكومنتات لو عايزين اي رسمة معينة اكتبولي، وهقول لكم لو انا رسمها ولا لأ. لو انا رسمها هتلاقوني كتبت لكم الروابط بتاعت الفيديوهات دي، تقدروا تخشوا تشوفوها. ولو ما رسمتهاش فاعرف ان انا هرسمها على طول، فاكتبوا رايكم في الكومنتات، وكومنتاتكم جميلة. وبرضو زي ما قلت لكم لو حد عنده موضوع عايز رسومات عنه فيكتب لي وهرد عليه على طول، برد على الكومنتات في اسرع وقت. زي ما انتم شايفين عملنا رقم الصفر عبارة عن دايرة او شكل بيضاوي وشكل بيضاوي تاني حواليه. وبعد كده دلوقتي بقى بعمل رقم الاثنين الاخير، رقم اللي على الشمال طبعا بيكون داخل على الصفر شوية عشان كده ندي الشكل ال 3D او الشكل الثلاثي الابعاد. وبنعمل نفس اللي احنا عملناه في رقم 2 اللي على اليمين، يعني اللي على الشمال هو اللي على اليمين، نفس الموضوع زي ما انتم شايفين، نفس الطريقه مفيش اي مشكله. طبعا زي ما قلت لكم بنخطط تخطيط خفيف عشان القلم ما يسيبش اثر على الورقه لحد ما نتاكد ان احنا مش هنعمل اي تعديلات، بعد كده نقدر نلون بقى او نخطط تخطيط تقيل. بس اهم حاجه اي يعني قبل التلوين والتخطيط التقيل ده لازم نكون متاكدين 100% ان احنا مش هنعمل اي تعديلات تانية، او زي ما انتم شايفين بعمل الشكل اللي هيديني الشكل الثلاثي الابعاد للرسمه، وببدا اعمل الخطوط بتاعه الاثنين اللي ناحيه الشمال، الخطوط المايله والحاجات زي ما قلت لكم اللي بتديني الشكل الجميل للرسمه. طبعا لسه كمان هنلون الرسمه دي بعد ما نخلص التخطيط،
تلوين هلون بألوان في الماستر، تقدروا تلونوا بأي نوع ألوان تحبوه، ولكن أنا بفضل في الرسومات اللي مفيهاش واقعية، اللي أنا مش هلون بواقعية فيها، مش هحتاج ظل ونور، بفضل أستخدم الألوان الفلوماستر لأنها بتوفر معايا وقت ومجهود، عكس الألوان الخشب اللي أنا لو محتاج ظل ونور أو هعمل رسمة واقعية بالألوان فلازم استخدم الالوان الخشب، لان هي من اكتر الحاجات اللي بحبها في الواقعية. فجبت اللون الازرق من الالوان الفلماستر عشان ابدأ الون بيه. طبعا هلون بيه رقم الاتنين، ولكن مش هاجي جنب الخطوط الثري دي. طبعا المفروض نلونها فاتح، يعني خلي بالكم الموضوع ان احنا المفروض نلونها فاتح، نلون الاتنين ازرق فاتح، والخطوط التانية بتاعت الشكل اللي هتدينا الشكل الثلاثي بعد تتلون غامق. ولكن انا عملت منظر ان انا لو انت بالازرق، لو انت الرقم الاتنين بالازرق، وعشان ابقى استخدمت لون واحد وما استخدمش الوان خشب، فخططت بس الخطوط الثلاثية الابعاد. يعني هتشوفوا دلوقتي بلون اهو بالالوان في الماستر. طبعا الالوان في الماستر يعني ما يفضلش قوي ان احنا نعيد على منطقة اكتر من مرة، يعني احنا ما نعيدش على منطقة اكتر من مرتين، لان اكتر من مرتين الموضوع هيبقى صعب قوي، ان في حتة تبقى غامقة وفي حتة تبقى فاتحة، والشكل مش هيبقى احسن حاجة خالص. في ناس بتحب التأثير بتاع الفلماستر ده، في ناس ما بتحبوش. فلو انت بتحبه ارسم عادي او لون بالالوان الفلماستر براحتك، ولكن لو انت مش بتحب الالوان الفلماستر فانا ارشح لك الوان خشب. الالوان الخشب بسيطة جدا، اهم حاجة ان احنا نبري القلم كويس قوي في الالوان الخشب، ونحاول على قد ما نقدر ما نلونش في كذا اتجاه، نلون في اتجاه واحد عشان اللون يطلع متناسق وما يطلعش شخبطة. اللي مش حاط لايك حط لايك يا جماعة، واشترك في القناة وشوفوا الرسمة وقولوا لي رأيكم في الرسمة في الكومنتات، مستني رأيكم. ودي كانت رسمة النهاردة، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مستني اشوف تطبيقاتكم على الرسمة، في صندوق الوصف هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك، خشوا وبعتوا الرسومات وقولكم لو فيها اخطاء، وهنشجعكم وهشير رسوماتكم. فاشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.